ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا ترى ايامكم في الايام الغريبه اللي احنا عايشينها ايه؟ انا ما اعرفش طبعا الوضع في كل الدول العربيه شكله ايه الا من كلام اصحابي واصدقائي وقرايبي. ففي دول مطبقه الحظر الكامل وفي دول مطبقه الحظر النص نص والكلام ده، ولكن طبعا تعامل الناس مع البانديميك اللي احنا فيها، الجائحة اللي احنا فيها، بصراحة يعني زعل قوي بصراحة، يعني احنا مش واخدينها بشكل جاد. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان كل مرة بنزل وبخرج عشان اشتري حاجة او نحن نتمشى او كده، ولاقي ازاي الناس اللي في الغرب مطبقين بعض الاجراءات بيحاولوا انهم يعني يظبطوا المواضيع دي قصاد اللي احنا عاملينه في بلادنا، بزعل قوي قوي قوي. طبعا الوضع مش ظريف خالص، بس يعني كل واحد بيحاول من ناحيته انه يعني يظبط الدنيا، وزي بقى ما في تظبيط بره يبقى في تظبيط جوه البيت. وهو ده الموضوع اللي انا عايزه اتكلم فيه، اللي هو عادات الزوجين السعيدين او عادات الاسره السعيده اللي انا لاحظتها يعني على مدار السنين دي، الحاجات اللي بتخلي الناس مبسوطه وهم عايشين مع بعض. فالنهارده ممكن تسموها اسرار الأسرة السعيدة، أسرار عادات الأسرة السعيدة، مش عارفة لسه العنوان هيبقى إيه بالظبط، بس هتكلم عنها واحدة واحدة. أول عادة أو سر من الأسرار، خلينا نسميها أسرار، أول سر من أسرار إن الناس تعيش في سعادة مع بعض هو اللي بيسموه الـ emotional regulation أو تنظيم وإدارة المشاعر. كل واحد فينا على مدار اليوم بيعدي بمجموعة من المشاعر، من الإحباط للحزن للغضب للسعادة للفرح عارفين كل شوية نخش ونطلع ما بين مشاعر سلبية ومشاعر إيجابية، مشاعر كويسة ومشاعر مش كويسة، بس أدينا شغالين في الرولو كوستر دوا وراكبينه. الأسر السعيدة، الأسر اللي لما بيعيشوا مع بعض في مكان واحد بيبقوا سعداء ومبسوطين، هي اللي فيها أفراد الأسرة بيقدروا إن هم ينظموا المشاعر دي، إن لما نغضب ما ننفجرش، لما نحبط ما نقولش لا أصل أنت كده وعمرك ما بتبقى غير كده. بيبقى فيه نوع من تنظيم المشاعر الداخلي، وللأسف دي مهارة. وليه بقول للأسف؟ لأن مدام مهارة معناها إن احنا مش بنتولد بيها، معناها إن احنا محتاجين نتعلمها واحدة واحدة. والحسن الحظ إنها مهارة، لأن برضو نفس الحكاية، مدام هي مهارة معناها إن احنا نقدر نتعلمها. بس أهم اتنين لازم يتعلموا مسألة تنظيم وإدارة المشاعر ده هو الأب والأم، هو الزوجين سواء عندهم أولاد أو ما عندهمش أولاد. وعشان نبتدي نتعلم مع بعض تنظيم المشاعر نقعد نتكلم مع بعض، احنا من دلوقتي عايزين ناخد قرار ان احنا لما نغضب لما نتخانق ما نعليش صوتنا، مش عايزين الجيران يسمعوا صوتنا، مش عايزين حد يسمع خناقاتنا، مش عايزين نأذي بعض بالصوت العالي، مش عايزين نأذي بعض بالشتايم، مش عايزين نأذي بعض بالكلام الوحش. ف ندير الكلام ده. وانا بقوله لكم النهارده مثلا حصلت خناقه بينا كبيره قوي عشان احد افراد الاسره عمل حاجه فكهرب الجو وابتدينا كلنا نخرج عن مشاعرنا لمده ثواني، كل واحد فينا كان بيزعق بشكل، الاسره كلها على فكره احنا الاربعه، وبعدين ابتدينا واحد يفتكر بقى طب خلاص نهدي صوتنا، ما تزعقيش يا ماما، ما تزعقش يا بابا، ما تزعقش يا اخويا، مش عارف ايه، وطوا صوتكم الكلام دوا، وابتدينا نحتوي هذه الخناقه. الموقف دوا كان نوع من انواع الايموشنال ريجوليشن وتنظيم المشاعر واداره المشاعر. وجزء كبير قوي من اداره المشاعر ان كل واحد يكون عارف التريجرز بتاعته، الزراير بتاعته اللي لما يتداس عليها ينفجر،
وهو يعرفها ويعرفها للآخرين. مثلا في كلام معين مثلا لو اتقال بيعمل هذا الانفجار، يبقى نتجنب ان احنا نقوله. يبقى هي دي، هو ده اول سر من اسرار الاسرة السعيدة، ان احنا نمانج المشاعر دي، خاصة السلبية اللي بتخليه كل واحد يخرج عن شعوره ويخرج عن وعيه وانا انفجر والجو يتكهرب. السر التاني هو يمكن حتى بيسموها جولدن رول، قاعدة ذهبية موجودة في كل الديانات وموجودة في كل الثقافات وموجودة في كل حتة، وهي ان عامل الاخرين كما تحب ان يعاملوك. الاخرين دول بقى شاملة ولادنا وشاملة شريك حياتنا. فلما نعامل افراد الاسرة، لما عامل ابني زي ما احب ان هو يعاملني، تخيلوا نقول له من فضلك ولو سمحت، واقول لمراتي من فضلك ولو سمحتي، ايه ده ايه ده ايه يعني انا هستاذن من ابني؟ انا مره كنت بتكلم مع اب من الاباء وبيقول لي يا سلام اقول لابني لو سمحت. قول له لو سمحت، عشان هو كمان لما يكبر ويتعود على كلمه لو سمحت يقولها لك وهو صغير ويقولها لك وهو كبير. وايه يعني لو ما تقول لابنك لو سمحت؟ يعني الاحترام، احترام الكبير للصغير على فكرة، ده انا بعتبره ده من قمة الحكمة، وان لما نصل لعمر معين ونقدر ان احنا نحترم الناس كبير وصغير، ده معناه ان احنا فعلا فعلا في قمة الاحترام. فلما نعامل الطرف التاني زي ما بنحب ان هم يعملونا، عايز ابني يحترمني او ما احترمه، عايز مراتي تحترمني او ما احترمها، عايز مراتي تتقرب لي بشكل معين اتقرب ليها بهذا الشكل. فنشوف انا بحب الطرف التاني يعاملني ازاي، واعكس هذا التعامل الاول مني، يقوموا يعاملوني بنفس الطريقة. النقطة الثالثة انا ما رقمتهمش بس هرقمهم. النقطة الثالثة بيسموها الترانسبيرنسي إلوجن، أو وهم الشفافية. يعني إيه؟ كل واحد فينا بيفتكر إن التاني فهمه، أو إن التاني مفروض إنه يفهمه، مفروض أفهم أنت عايز إيه من قبل ما تقوله، مفروض أفهم أنت بتفكر في إيه من غير ما تشرح. اللبيب بالإشارة يفهمه، لكن في العلاقات الإنسانية محدش فينا لبيب محدش فينا عنده القدرة إنه يقرأ مشاعر الناس صح 100% من الوقت، طول الوقت. فعشان كده مفروض علي أنا أفهم الآخرين أنا حاسس بإيه. ولقيت في بعض المجتمعات، مجتمعاتنا الشرق أوسطية، بيبقى صعب على الراجل مثلا انه يقول هو حاسس بايه، واحيانا الستات بتاخدها بشكل مبالغ فيه. فاحنا عايزين ان احنا نعبر عن مشاعرنا ونفهم الطرف الاخر احنا عايزين ايه او حاسين بايه، بدون ما نقول قليل قوي قوي قوي، وبدون ما نقول كتير قوي قوي قوي، نقول القدر المظبوط، نقول القدر المفروض. ولما نبقى عايزين حاجة نطلبها، مفيش حكاية هو كان مفروض يعرف من نفسه. او الناس طبعا اللي هي المشهورة، او الرجال اللي بتنسى تواريخ ميلاد معينة، لو انت حسيتي ان هو نسي فكري، ومش تفكريه على فكرة، شفت بقى انت نسيت عيد ميلادي، احتفلي، اعملي احتفال صغير لنفسك، هاتي اعملي كيك، اعملي حتى كب كيك واحدة وحطي فيها شمعية، ده ايه ده بمناسبة ايه؟ اصل النهاردة عيد ميلادي. حتى لو هو ما افتكرش يقول لك كل سنة وانتي طيبة ومش عارف ايه وكلمتين حلوين. طبعا كل واحدة فينا بتبقى نفسها انه يعمل حاجة خاصة، ونشوف في الافلام بقى، يا سلام على افلام، وجايب لها 200 بالونة وطلقهم لها في الهوا، وجايب لها مش عارف ايه، وجايب لها ايه وهدايا ايه والكلام ده. هو في الحقيقة إيه لو عملنا ده سنة مش هنعمله كل سنة،
ولو عملناه بطريقة معينة مش هنعملها بنفس الطريقة دي كل سنة. يكفي ان احنا نبقى مقدرين وجود بعض في حياتنا. كمان مهمة قوي ان لما يحصل حاجة وما تعجبنيش اقول الموقف ده ما عجبنيش، الموقف ده ضايقني. في غلطة بتعملها ستات كتيرة قوي، ان بتفتكر انها لما تلوي جوزها جوزها هيفهم. في المشاعر الداخلية بتظهر علينا في ملامح وشنا، في حركات جسمنا، وفي نبرة صوتنا. في مشاعر كتير قوي بتظهر بنفس الشكل. اللي بيفرق من مشاعر عن مشاعر بيسموها المايكرو اكسبريشن. مايكرو تخيلوا حاجة مايكروسكوب، يعني التعبيرات الصغيرة قوي قوي قوي. وللأسف البشر بشكل عام ما بيقدروش يشوفوا المايكرو اكسبريشنز دي، يسمعوا تغير الصوت. اذا ما كانش تغير الصوت واضح جدا 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 مش هيفهم. ف نتضايق ونتلوي، هو مش ملاحظ ان انت متضايقه وملويه، هو يمكن شايف ان انت ساكته عادي. ما بيجي على الواحد فترات انه يبقى ساكت. تقومي تزودي الجرعه شويه، تتلوي بقى اكتر. يجي تاني يوم مثلا هو ملاحظش اصلا من امبارح ان انت متضايقه اصلا، فيجي النهارده انت بتحاسبيه على امبارح، هو مش مدرك تماما اللي حصل امبارح اصلا خالص. ف تزودي الجرعه شويه بقى، اللويه تزيد شويه كمان، وهو اصلا مش فاكر ان في حاجه حصلت امبارح وان انت اتضايقتي امبارح وان انت اللويه دي بديها من امبارح. فيجي النهارده هو في ايه حصل النهارده؟ هو في ايه للزعيق؟ هو في ايه للاويه؟ ليه؟ مش فاهم حاجة خالص. فأهم حاجة ان احنا نتعامل مع الموضوع في ساعتها، ما نسيبوش بقى يبات كذا يوم، وما نتوقعش ان احنا لما نتلوي ونتقمص ومش عارف نعمل وكده ان الطرف التاني هيفهم ويدرك ويعرف ان في مشكلة وان في حاجة غلط، و فيبتدي بقى ايه ياخد اجراءات والكلام ده. انا زعلانة علشان موقف حصل كذا كذا كذا، ولما بيحصل كذا انا بأشعر بكذا، بحس بالحزن، بحس ان مش هو ده الراجل اللي انا اتجوزته، مش هو ده اللي كذا، مش هو ده كذا، مش هي دي احلامي، مش هو ده اللي احنا تعودنا عليه، انت احسن من كده. دايما يعني انا بحس ان لما نقول للاخرين انتوا احسن من الموقف ده، انتوا احسن من التصرف ده، العلاقة بتتغير تماما. ده معناه ان ايه ده، مراتي شايفاني حاجة كبيرة، فلازم اليف اب للمستوى اللي هي حطاني فيه. مش لا انت كده، انت وحش وهتفضل طول عمرك وحش. استبدلوها بلا، انت احسن من كده، الموقف ده مش بيمثلك، الموقف ده مش بيعبر عن حلاوة روحك وأدبك وأخلاقك وتربيتك والكلام ده كله. فخدوا بالكم من موضوع خرافة الشفافية ووهم الشفافية، إن الناس عارفة تقرأ مشاعرنا وإن الناس عارفة تقرأ حاسسنا الداخلية على وشنا والكلام ده، لأنه لما بيبتدي يظهر على الوش بيكون عدى فترة وبيكون مبالغ فيه قوي قوي قوي، ودخلنا في الماكرو اكسبريشنز اللي هي التعبيرات الكبيرة الجامدة. بوز ملوي قوي، الدنيا ملخبطة خالص. فنتجنب ان احنا ندخل في يعني وهم ان لا هو مفروض يفهم، هو مفروض يحس، هو مفروض يشوف، هو مفروض كذا. مفيش حاجة اسمها مفروض. انت لو حاسة بحاجة عبري عنها بأدب وبذوق وبأخلاق وبوضوح. وهو نفس الحكاية، لو حاسس بحاجة مضايقاه يعبر عنها برضو بأدب وبذوق وبوضوح، ومفيش حاجة اسمها مفروض انه يحس بيها. رابع نقطة، ودي يمكن داخلة برضو في النقطة التالتة اللي هي بيسموها silent treatment او التعامل الصامت،
ودي للأسف أنا سمعتها وشفتها في بيوت يقعدوا بالشهور والأسابيع والأيام ما يكلموش بعض. الراجل يدخل يقول في الهوا كده السلام عليكم، والست مالو ايه عليكم السلام، تحط الأكل كل واحد بيبص في ناحية بيتجنب انه يبص للتاني، كل واحد ملوي، وكل واحد لو حتى لو نايمين في نفس الاوضه مدي وشه الناحيه التانيه، انا متجنباك، احنا في حيز واحد بس احنا مش مع بعض، احنا في شقه واحده او في بيت واحد بس انت لوحدك وانا لوحدي، ما تطلبش مني حاجه، مفيش كلام، ما تجيش تحكي لي على يومك، مش هاجي احكي لك على يومي، هتعامل على ان انت هوا شبح. للأسف ده ما بيحلش، هذا التعامل، هذا النوع من التعامل ما بيحلش. وعلى فكرة مش عقاب، أنا سمعتها من ستات، لا أنا بعمل كده عشان أعاقبه. حبيبتي انتي مش عاقبي، انتي مش بتعاقبيه، أولا مش من حقك ان انتي تعاقبيه، ولا انت من حقك ان انت تعاقبها، احنا متجوزين بعض، أنا إنسان كامل وانت إنسان كامل، أنا لا انت سوبيريور عليا، لا انت الاستاذ في المدرس اللي بيعلمني وهيعاقبني، ولا المدرسه بتاعتك اللي هعلمك وعاقبك، احنا مع بعض بنتعامل يعني بنتعلم ازاي نتعامل مع بعض. هو بقى ايه يعاقبها وهي تعاقبه، والعقاب ده المستوى ده منفعش، تعال نصعد للمستوى التاني، منفعش تعال نصعد للمستوى التالت للرابع للخامس، وتبقى بقى العيشة زي الزفت، ونيجي ده اصل احنا بقالنا 6 شهور متخانقين. نعم بقالكوا 6 شهور متخانقين، يعني معلش يعني ايه السخافة دي اصلا، يعني ايه السخافة دي، ما ينفعش ان احنا نفضل 6 شهور متخانقين، ما ينفعش اصلا ان احنا نقعد يوم كامل متخانقين. لما يحصل مشكلة هيحصل دلوقتي دربكة ومش عارف ايه، نهدى شوية، كل واحد يروح لحال سبيله شوية، وبعد كده نتفق ان احنا في الوقت الفلاني هنقعد. واكتبوا، حتى اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الافكار والنقاط، ودايما ابتدوا بالبوزيتيف، ابتدوا بالحاجات الكويسة الاول، وبعدين ندخل في الحاجات الوحشة، وبعدين نرجع للحاجات البوزيتيف تاني. ازاي؟ ان انت عارف مقدارك عندي، انت عارف انا بحبك قد ايه، انت عارف كذا، انت عارف كذا، او لو مش عارف انا بحبك وانت مقدارك كبير قوي عندي، وسعادتك مهمة جدا جدا بالنسبة لي، وانت صفاتك الكويسة كذا وكذا وكذا، لكن لما حصل الموقف الفلاني انا حسيت بكذا واتجرحت واتضايقت وتعبت وزعلت وكذا وكذا، وده اثر عليا واعصابي والكلام ده، وانا بقى عايزاك الكلام ده مثلا ما تقولهوليش تاني، والموقف ده ما يتقولهوليش تاني، وانا لو في حاجه معينه انا هحاول اظبط نفسي بحيث ان نبقى كويسين مع بعض. تسلسل الحوار بالشكل ده هيخلي ان مفيش السايلنت تريتمنت دي، مفيش حكايه ان انت تروح لحالك وانا ملويه منك وملكش عندي غير ان انا مثلا اعملك الاكل والشرب وخلاص. يعني انا سمعت عن يعني عن شخص بيحكي لي بيقول لي لا يعني بيحكي لي، فبقول له انتوا عاملين زي روم ميتس، يعني 2 طلبة قاعدين مع بعض مأجرين، عارفين طلبة المغتربين، طلبة المغتربين اللي بيقعدوا مع بعض في شقة واحدة او كده. قال لي لا، الروم ميتس بيتكلموا، الزمايل في شقة واحدة بيتعاملوا، لكن احنا مفيش، انا باخد هدومي اوديها عند اللوندري وانا معرفش عنهم اي حاجة، الصبح بسيب مصروف البيت مرمي على الترابيزة، برجع هي بتبقى طبخة، أنا بأكل نفسي، وهي لو ما غسلتش طبقي بتكسره وترميه في الزبالة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ آه لا إحنا على كده بقالنا شهور. نعم؟ يعني السايلنت تريتمنت دي بقالها شهور وبتتصاعد بقى، يعني والسايلنت تريتمنت مش معناها بس ان احنا ما بنتكلمش مع بعض، ده ممكن يكون بنتجنب التواجد في اي حيز مع بعض. ده عمره ما بيعمل اسره سعيده،
ده عمره ما بيعمل زواج سعيد. الستات اللي بيعملوه بصراحة ستات غبيات، الرجالة اللي بيعملوه رجالة أغبياء، وفي النهاية لو في أطفال كمان بتبقى أسوأ وأسوأ، لأنهم شايفين ديناميكية العلاقة دي. الولاد مش عارفين يتعلموا إزاي يتعاملوا في المواقف، لأنهم بيتعلموا من السن ده، وإزاي نتعامل مع بعض في المواقف، وإزاي نتكلم، إزاي نحكي، إزاي كذا، إزاي كذا. فناخد كده قرار، مفيش حاجة اسمها silent treatment، مفيش حاجة اسمها العقاب الصامت دي، ولا حد يعاقب حد أساسا. هتكلم على النقطة الخامسة، أنا عندي نقاط كتيرة جدا جدا. النهاردة هتكلم على خمسة، بكرة هتكلم على خمسة تانيين. بما أننا بنتكلم على التعامل واللي بيتقال، ممنوع الشتايم، ممنوع الألفاظ الوحشة، وممنوع الصفات القبيحة. للأسف كلنا بنغلط، وأنا على فكرة زيكم، يعني أنا الحاجة اللي بحب أتعلمها قوي 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 بقولها لكم عشان أبحث فيها وأتعلم. الشتائم أو السباب هي كل كلام بيحمل قدر من السلبية. لما تقول لواحد أنت حمار، هو عارف حمار متعارف عليها في العرف بتاعنا، ان انت غبي وما بتفهمش وعنيد ومحجر والكلام ده، فاصبحت انت حمار شتيمة. مع ان الحمار مثلا فيه صفات حلوة جدا جدا، من التحمل. على فكرة الحمار مش غبي، بالعكس الحمار ذكي جدا جدا، اكتر ما احنا متخيلين، وبيتحمل كتير قوي قوي قوي، ولكن ولانه بيتقبل انه يتحمل فبنشيله اكتر، فلما ما بيشيلش بنضربه والكلام ده. فممكن انت حمار حتى يقولك ده حمار شغل، ليه؟ على انه بيشتغل كتير، فبقت حمار شغل هنا مش شتيمة، لكن انت حمار هنا شتيمة. فنتجنب الشتايم والالفاظ دي خصوصا قدام الاولاد، وخصوصا للاولاد. الشتائم نوع من الإهانة، والإنسان اللي بيهان على طول بيهان على طول، رد فعله حاجة من اتنين، يا بيتعود الإهانة فما بيعيش إلا إنه هو مهان، ومحدش فينا عايز يبقى إنسان مهان، ولا متجوز حد مهان، ولا مخلف حد مهان. فدي حاجة لا نرضاها لنفسنا ولا لأزواجنا ولا لأولادنا، فدي ممنوع. أو انه بيبقى انسان غاضب وبيعبر عن غضبه ده باساليب واضحة او اساليب من تحت لتحت. فاحنا لا عايزين نربي حد مهان وحاسس على طول بالاهانة، ولا عايزين نربي حد غاضب، ولا عايزين نعيش مع حد حاسس بالاهانة، ولا عايزين نعيش مع حد حاسس بالغضب. دول الخمس أسرار من أسرار الزواج والأسرة السعيدة. بكرة هكلمكم عن خمسة تانيين، هم على فكرة كتير أكتر، يمكن هنقولهم على مرتين تانيين كمان. أرجو أن تسمعوا الكلام بتاعي ده وتفهموه وتعقلوه، وياريت يعني أنا مش بتكلم كلاشيهات وبس، وعارفة أن في أسر في مرحلة متقدمة جدا جدا من الزعل والخناقات، والكلام اللي انا بقوله ده يمكن يقولوا لي ها قلبك ابيض، ده ما مش هينفع، مش عارف ايه. المشكلة الكبيرة قوي دي ممكن نبتدي نحلها حتة حتة. تخيلوا كده مثلا شوية رز عايزين ننقله من مكان لمكان، معناش غير كستبان صغير، عارفين الكستبان اللي بيلبسوه الخياطين في صوابعهم وهم بيخيطوا، فما عندناش غير ده. فابتدي بيه، اول حاجه كل واحد فينا ينظم مشاعره ويدير مشاعره بحيث انها ما تطلعش كانها طوفان، ما تطلعش كانها انفجار. تاني حاجه ان احنا نعامل الاخرين ازواجنا واولادنا كما نحب ان يعاملونا، عايزينهم يعاملونا بحب نعاملهم بحب، عايزينهم يعاملونا باحترام نعاملهم باحترام.
النقطة التالتة ان احنا لازم نتكلم عن مشاعرنا، ولازم نوضح للطرف الاخر اللي احنا عايزينه، وما نفترضش ان الطرف الاخر فاهم او مفروض عليه انه يفهم بدون احنا ما نتكلم ولا نعبر عن اللي احنا عايزينه. رابع نقطة ان احنا نتجنب تماما السايلنت تريتمنت، ان احنا نعاقب بعض بالصمت والقمص واللوية، وان احنا نبقى عايشين في حيز واحد وما بنتكلمش، نبقى عايشين في حيز واحد كأن احنا هوا، لان احنا فعلا فعلا سواء الشخص اللي مدي السايلنت تريتمنت او اللي بيتلقى السايلنت تريتمنت دي، الاثنين بائسين بصراحة، الاثنين بائسين. اللي فاكر او اللي فاكره نفسها ان هي بتعاقب جوزها، او اللي فاكر نفسه انه بيعاقب مراته عشان ما بيكلمهاش ما بيعبرهاش ومش عارف ايه، ده بيعمل مجهود اصلا عشان ما يكلمهاش، بيعمل مجهود ما يعبرهاش، كل ما يشوفها كده يفتكر لا ده انا المفروض ما اعبرهاش، وده مشاعر وغليان من جوه. وفي نفس الوقت احنا قاعدين مع بعض وعايشين مع بعض، مفيش بقى حاجة اسمها مفيش حد يعبر التاني دي. خامس نقطة ان احنا نحاول لساننا ميبقاش فيه شتايم، يبقى ممنوع الشتايم والصفات القبيحة، لان ده بيحسس الاخر بالاهانة، ولو شعر الانسان بالاهانة يا اما هياخد على الاهانة ويبقى انسان فعلا مهان، واحنا ده شيء لا نرضاه لشريك حياتنا ولا لاولادنا، او انه يبقى جواه غضب مكتوم داخلي، سواء يظهر بطريقة سنيكي، يعني مثلا من ضمن الحاجات يقولوا احذر ان انت تغضب الويتر اللي بيخدمك في مطعم، الجرسون اللي بيخدمك في مطعم، ليه؟ بلاوي سودة، تخيل كده، ممكن يطف في الاكل بتاعك، ممكن يعمل لك حاجات غريبة يعني. يعني ده بيبقى غضب من جواه، بس مش قادر يطلع، مش قادر يزعق فيك، يعني ما انت اللي معاك الفلوس. يا اما بقى يطلع بعد فترة بشكل انفجار، عشان كده تلاقي الولاد فجأة بقوا بينفجروا فينا، ليه؟ ان كلها حاجات مضغوطة، لما قدر يقوى ويطول ويبقى عريض وصوته يخشن ابتدى يزعق. دول الخمس نقاط. بكرة إن شاء الله هكلمكم على نقاط تانية، إزاي نخلي زواجنا سعيد وأسرنا سعيدة. أشوفكم بكرة إن شاء الله.